بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة بغداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحاول إن شاء الله في هذه المحاضرة أن نكمل ما تبقى من سكشن 9.2 والمرتبط بـ Analysis of Axially Loaded Columns. في الفقرات الفرعية السابقة اللي هي 9.2.1 و 9.2.2 أكملنا الكلام عن الـ General Requirements of ACI، وأكملنا كذلك الكلام عن الـ Nominal and Design Strength of Axially Loaded Columns. بقي إن شاء الله بقي الكلام الكلام الباقي مرتبط بالـ Checking of Lateral reinforcement. في section 9.1 صنفنا lateral reinforcement إلى نوعين أساسيين، وذكرنا أنه الأعمدة قد تكون tied، قد تكون tied columns، أعمدة مربوطة، وهنا تكون lateral reinforcement عبارة عن ties، والties قلنا هي separated circular or rectangular or square lateral reinforcement hoops. وعندنا السبايرال اللي هو مثل ما تلاحظون continuous lateral reinforcement. ففي section 9.2 المتبقي هو to learn، الهدف أن نتعلم، المتبقي هو أن نتعلم how to check the ties and the spirals for ACI code requirements. قبل لا نبدأ في التفاصيل فقط من باب التذكرة، التايز خصوصا مرت علينا سابقا عند في chapter 4 عند الكلام عن الديزاين والاناليسس of doubly reinforced columns، وهناك ذكرنا أن الأساس النظري للتايز مرتبط بقضية اللاترال أو البكلينج أوف أكزيالي لودد ممبرز. الآن إذا تصورنا أن هذا الممبر أي ريبار من هذه الريبارز، مثلا على سبيل المثال هذا الريبار، حاولنا أن نسوي له سيميوليشن، حاولنا أن نسوي له محاكاة موديل رياضي بشكل أكزيالي لودد ممبر، فراح نلاحظ انه هذا الاكزيالي لودد راح يصل الى قوة تسمى البي كريتيكال، اكزيال فورس تسمى البي كريتيكال، وبعدها يتحول الى انستيبل ممبر. انستيبل بمعنى انه هذا الريبار او هذا الممبر الانشائي اذا تعرض الى ماينر لاترال ديستربنس، اذا تعرض الى مجرد اي تأثير جانبي عرضي، فراح يخرج من موضع الاتزان الأصلي اللي هو الـ vertical alignment، هذا كان هو موضع الاتزان الأصلي، يخرج إلى to an alternative equilibrium position، إلى موضع اتزان بديل اللي هو الـ curved هذا، وما راح تكون إلى القدرة إنه يعود لموضع الاتزان. يعني إحنا الآن نعرف إنه إحنا بشكل عام إذا نتعامل مع stable case، فإذا نرفع هذا lateral disturbance السيستم يعود إلى الأوريجينال بوزيشن، إلى الأوريجينال بوزيشن. إذا عاد السيستم فهذا طبعا هو stable system. بنتكلم عن الـ unstable system أو الـ critical system، فهي systems اللي إذا خرجت ما تعود. زين، الآن المعيار هو كالتالي: إذا كانت الـ axial force P هي أصغر من البي كريتيكال فالسيستم ستيبل. هذه البي كريتيكال تحسب من هذه المعادلة، هذه معادلة البي كريتيكال اللي هي معادلة نظرية اشتقها الفيزيائي والرياضي المعروف ليونارد أويلر، هذه أويلر ريليشن شيب. هذه الأويلر ريليشن شيب لاحظوا بها الان، الان هو عدد الهاف ساين ويفز، هو عدد أنصاف الزوايا الجيبية،
يعني من الان واحد فلاحظوا انه البكلينج يصير one half of sine wave. اذا الان اثنين فيصير two half of sine wave. اذا الان ثلاثة في we have three half of sine wave وهكذا. فالان يصير الى number of sine wave. لاحظوا الان هنا square. معناته اذا مثلا اذا صار البكلينج one half فالبي كريتيكال، البي هي بي كريتيكال. اذا صار two halves of sine wave فراح يصير البي كريتيكال اربعة. شوف يعني مجرد انه احنا نلزم العمود هنا نوفر له lateral support الان راح يصير اثنين، وتحمل الممبر الانشائي يزيد الى اربعة اضعاف. اما اذا اسندناه في نقاط الثلث بهالشكل لاحظوا فالان راح يصير ثلاثة، وتحمل العمود يصير بشكل يعني يتضاعف الى تسعة اضعاف وهكذا. منها اجت فكرة التاي يعني او السبايرال، منها الفكرة الرئيسية مالتها، هذا هو الاساس النظري مالتها. يعني هذا الريبار راح يتعرض الى كومبرسيف فورس اثناء عمله، زين. فاذا تعرض الى كومبرسيف فورس راح يكون عرضة الى البكلينج. فشون امنع البكلينج؟ يعني انا اذا الريبار الان تركته بدون تايز راح يصير راح ينبعج ب 1 half sine wave، ف راح يصير جدا ضعيف. اما اذا اضع التايز فراح يزيد الان، يزيد الان، وبالتالي الريبار راح يقوى كثيرا، راح يصير البكلينج مالته فد شيء من هالقبيل. طبعا هنا الان راح تزيد، فالبي كريتيكال راح تزيد الى الدرجه اللي انه راح تساوي او بالحقيقه تكون حتى اكبر من البي ييلد. فهذا الريبار راح يخضع بدون ان يكون بدون ان يتعرض الى باكلينج. فاذا فكره التايز الاساسيه او فكره السبايرال الاساسيه هو to prevent the buckling of longitudinal reinforcement when subjected to compression stresses or compression forces. هاي الفكرة الرئيسية. ذكرنا أيضا ذكرنا في chapter 4 إنه هذا النقاش هو بالحقيقة محاولة للتأسيس لأساس نظري. أما بالحقيقة مسألة البكلينج أو البوتنشال بكلينج أوف longitudinal rebars فهي مسألة معقدة وبعيد، يعني حاليا بعيدة على بعيد بعيد من المستبعد أن تحل على أساس نظري. فلذلك لاحظ أنه أغلب متطلبات الـ ACI فيما يخص الـ ties والـ spirals هي empirical in nature، هي متطلبات وضعية بطبيعتها، بمعنى انه هي تستند الى الاكسبيرمنتال ورك، تستند الى التجارب العمليه، وتستند الى البريفيوس اكسبيرينس والى الخبرات السابقه. هذه هي الفكره الرئيسيه. يعني احنا الهدف اللي احاول اسس له او احاول ابينه هنا انه اللاترال رينفورسمنت صحيح وان كان لها اساس نظري، لكن بالحقيقه تفاصيلها هي تفاصيل وضعيه. زين، الآن نبدأ في قضية التايز، اللاترال ريفورسمنت من نوع التايز. الاي سي اي بالحقيقة فيما يخص التايز له ثلاث متطلبات. المتطلب الأول هو مرتبط بالبار دايمتر اوف ذا تاي. شلون نحدد قطر التاي؟ القاعدة هي كالتالي: إذا كان الريبار لونجيتيودنال ريبار المراد منعه، اللونجيتيودنال ريبار اللي هو تو بي prevented from buckling، المراد منع من البكلينج، هو with a diameter of 32 millimeter or smaller. إذا كان قطر الريبار المراد منع من البكلينج هو 32 ملم أو أصغر، فعادة الـ ACI يعتقد أن تاي بقطر 10 سوف يكون كافي، مع ملاحظة طبعا أيضا قضية السنجل ريبار، لازم الريبار يكون سنجل. يعني الآن عندنا هذا ريبار، نريد هذا اللونجيتيودنال ريبار، هذا لاحظوا
نريد نمنعه من البكلينج، فببساطة نجي نشيك القطر، نشيك القطر، إذا القطر أصغر أو يساوي 32 ملم، وكان الريبار سينجل. ريبار سينجل بمعنى الريبار سينجل بمعنى انه يعني ليس بندل. البندل تتذكروه حضراتكم انه قلنا لي مرات لي بسبب الكونجشن اوف رينفورسمنت، احتشاد الحديد، قد نستخدم بندل ريبار. فاذا كان الريبار هو 32 ومن نوع السنجل، فبالحقيقه هنا الاي سي اي يعتقد انه تايز بقطر 10 سوف يكون كافيا. تايز بقطر 10 سوف يكون كافيا. زين، اما اذا كان الريبارز بقطر اكثر من 32 او كان بندلد، فهنا نحتاج حسب الاي سي اي نحتاج الى حسب الاي سي اي راح نحتاج الى تايز بقطر نحتاج الى تايز بقطر 13. طبعا مرة أخرى قلنا في السوق العراقي مو بالضرورة لك 13، وإنما هو يعني 13 أو 12. زين، الآن spacing between ties. الـ ACI في قضية spacing between ties، الفكرة الأساسية إنه نحن نحسب ثلاثة كميات وناخذ whichever is smallest. هذه تمثل الـ Smax. يعني الآن أكبر مسافة يسمح بها الـ ACI بين الـ ties، هذه بين تايز هذه هنا الاس يجب ان تكون اصغر من اس ماكس، والاس ماكس اصغر طبعا او تساوي الاس ماكس. والاس ماكس تعتمد على ثلاثة كميات. الكمية الاولى هي 16 مرة مضروبة في قطر الريبار المراد منعا من البكلينج. يعني الان هذا الريبار اللي مراد منعا من البكلينج لو كان قطر 20، فالمسافة هنا 16 في 20. الكمية الثانية هي 48 مرة بقدر قطر التاي، بقدر قطر التايز. يعني الآن إذا كان التاي هذا مثلا بقطر 10، فهنا نحن نتكلم عن 48 مرة بقدر القطر العشرة. والمسألة الثالثة هي الأصغر من بعدي العمود. يعني الآن إذا أحد أبعاد العمود مثلا هو X والبعد الثاني هو Y، فالأصغر من البعدين اللي هم من الأصغر الـ X أو Y ناخذ. هذه ثلاثة كميات. المسألة الثالثة اللي أيضا مرت علينا في هاي المسألة الثانية الآن، المسألة الثالثة اللي مرت علينا أيضا في Chapter 4 عند الكلام عن الديزاين والاناليسيس اند ديزاين اوف دبل رينفورسد بيمز، هي قضية الارنجمنت اوف ريكتيلينير تايز. قلنا الاي سي اي هنا يميز بين نوعين من الريبارز. الريبارز يسميها الكورنر ريبارز او السبورت ريبارز، اللي هي الريبارز اللي واقعه او محاطه بتايز بزاويه لا تزيد عن 135 درجة. فالآن هذا يعتبر supported rebar، هذا يعتبر supported rebar لأن محاطين بزاوية مقدارها 90 درجة يعني أقل من 135. هذا يعتبر supported وهذا يعتبر supported. الآن لو نأتي إلى هذه الحالة، فهذا يعتبر supported، هذا يعتبر supported لأن 90. نأتي لهذا يعتبر supported أو لا، طبعا تعتمد. إذا محاط بهذه الزاوية لا تزيد عن 135 فيعتبر supported. إذا تجاوزت 135 فيعتبر يعني يعتبر alternate rebar. فإذا الـ ACI عموما يميز بين نوعين من الريبارز من ناحية الـ lateral support with tie، من ناحية إسنادهم باستخدام التاي، يميز بين between two types of longitudinal rebars. الأول يسميه supported rebar اللي هو محاط يعني هو directly supported by the tie، هو مسند بشكل مباشر باستخدام التاي with an angle not greater than
محاط بمسند مباشرة بتاي بزاوية لا تزيد عن 135 درجة. وعندنا الالترنت ريبار. الالترنت ريبار مثل هذا، لحظة، هذا ما مسند بشكل مباشر، لكن قد يكون مسند لكن بشكل غير مباشر إذا تحققت الشروط التالية: إنه هذا الريبار وقع بين تو سبورتد ريبار، هذا الالترنت ريبار وقع بين تو سبورتد ريبار وما يبعد عنهم بما يزيد عن 150 ملي. إذا ذن الشرطين تحققا فهذا ممكن نعتبره، سبورتد. زين، الآن نجي لهذه الحالة مثلا على سبيل المثال، نجي إلى أنه هذا هو supported لين كورنر، زين، لاحظوا إذا كانت هذه التاي، هذه الانتيرير تاي ما موجودة، فبالتالي يصير هذا هو unsupported، هذا هو unsupported. ليش؟ لأن كل واحد يعني كل واحد من عندهم واقع، يعني إذا نجي لهذا، هذا يعتبر unsupported لأن هذا unsupported. بالعكس لو نجي لهذا، هذا unsupported لين هذا unsupported. أما إذا جينا وضفنا الانتيرير تايب هالشكل فصار هذا directly supported، هذا صار مسند بشكل مباشر بقو هذا وهذا. قد يكونوا من مسندين إذا المسافة لا تزيد عن 150 ملي. ما هي قواعد الـ ACI؟ فالـ ACI بشكل عام يميز بين نوعين، قلنا بين supported rebars أو corner rebars اللي هي مسندة، اللي هي تمتلك direct support with tie، اللي تمتلك اسناد مباشر من قبل التاي. وعندنا الالترنت ريبار. الالترنت ريبار حتى يكون مسند يجب أن يقع between two supported rebars، ويجب أن لا يبعد عن أي منهما بما يزيد عن 150 ملي. هذا كل بالحقيقة ما يرتبط بالستايلز. عندنا هنا كان الكلام طبعا عن الريكتانجولر، على الريكتلينير تايز، هذه التايز اللي هي على استقامة واحدة، ريكتلينير خطية واقعة على استقامة واحدة. الـ ACI في الإصدارات الحديثة نسبيا أجاب عن سؤال كان سابقا يعني طرح المهندسين بكثرة، أنه هل يمكن استخدام التايز بالسيركولر كولومز، وإذا استعملناها بالسيركولر كولومز شو نتعامل مع قضية الكورنر ريبار والالترنت ريبار. هاي المسألة في الإصدارات القديمة من الـ ACI كانت مبهمة وغير واضحة، لكن في الإصدارات الحديثة حلوها، صارت الفكرة كالتالي: إنه circular ties مسموحة في يعني يمكن أن تستخدم to support longitudinal rebars located along circle، واقعة في على مسار دائري، زين، لكن بشرط انه تحقيق هذا الاوفرلاب، يعني من نغلق التاي، لازم نغلقها بهالشكل بهالتفصيل، هذا الاوفرلاب، يعني يكون اكبر او يساوي 150 ملي. لاحظوا هذا الاوفرلاب، يعني هذا الريبار الاول والريبار الثاني يعني يتراكبون مع بعضهم بما لا يقل عن 150 ملي. زين، وبعد قضية الستاجرد أيضا، إنه الأوفرلاب يكون ستاجرد. ستاجرد بمعنى إنه لاحظوا إذا مثلا الأوفرلاب الأول هنا، الأوفرلاب الثاني ما يجوز يصير فوقه مباشرة، وإنما يجب أن يكون من الجهة الأخرى. ذن هنا الشروط الأساسية يعني الاثنين، وأكو شرط ثالث إنه طبعا هذه من نستخدم هذا الهوك اللي هو بزاوية 135 لازم يكون ستاندرد هوك. فيعني ثلاث شروط، إذا تحققت فالـ ACI يقبل إنه نستخدم السيركولر تايز. فكأنما تايز ممكن أن تصنف إلى نوعين، إلى ريكتلينير تايز، وهذه
قضية الكورنر والألترنت ريبار بها واضحة، وعندنا تايز كانت مبهمة في الإصدارات القديمة من الاي سي اي وهي السيركولر تاي، لكن الآن صارت أكثر وضوحاً أنه من خلال ثلاثة متطلبات إذا تحققت فيمكن استخدام السيركولر تاي. المتطلب الأول أنه الأوفرلاب هو يعني لا يقل عن 150 ملم. المتطلب الثاني أنه هذا الأوفرلاب ينتهي بستاندرد هوك اللي هو هذا، لحظة حضراتكم، القصد من عندها المنطقة، هذا هو الستاندرد هوك اللي تكلمنا عنه اللي يتكون من extension length هذا طول امتداد، ويتكون من المينيمم بند دايمتر اللي قطر الثني لا يجب ان لا يكون حاد، بحيث انه قلنا ممكن انه تظهر يعني مايكرو كراكس على الجهة الخارجية من الريبار. المسألة الثالثة اللي يجب تحققها هي قضية انه الستاجرد ارنجمنت، ستاجرد هذا مصطلح الستاجرد يعني المسألة تكون مخالف، يعني اذا الاوفرلاب هنا في التايز الاعلى يكون الجهة الاخرى وبعدين يرجع لهذه الجهة بعدين ينتقل للجهة الأخرى وهكذا، هيك arrangement عادة يصطلح عليها في مصطلحات في الكونكشنز عادة، سواء بال anchorage أو حتى مرت عليكم في مقاومة المواد من كنتوا تتكلمون عن البولتس والريفت، مصطلح الستاجرد وهو إنه الأمور يعني تكون مخالفة. أوكي. هذا كل بالحقيقة الأمور الأساسية المرتبطة بالتايز. أما فيما يخص السبايرال فبالحقيقة عندنا أيضا مجموعة من المتطلبات. أولا فيما يخص القطر الاي سي اي يذكر أنه قطر السبايرال لا يقل عن 10 ملم ويجب أن تكون continuous مستمرة. طبعا هذه continuous يعني تدرون حضراتكم انه اي ريبار الى طول معين، فمشكلة من ينتهي الطول شلون نبدأ بالريبار الاخر، هذا راح نناقشها في الفقرة 4، يعني من المتطلبات 4 متطلبات. المتطلب الثاني هو مرتبط بكمية الاسبايرال رينفورسمنت. طبعا الاسبايرال رينفورسمنت ايضا الاي سي اي يصيغ كمية spiral reinforcement يصيغها بشكل reinforcement ratio، لكن هنا reinforcement ratio هي reinforcement هي volumetric ratio هي نسبة حجمية، يعني على خلاف النسب اللي احنا متعودين عليها اللي مرت علينا في دراستنا للreinforced concrete. كل النسب اللي مرت علينا هي بالحقيقة نسب طولية، العفو نسب مرتبطة بالarea ratios نسب مساحات، هنا نسبة حجمية، ومعروف السبب اللي يعني يقع وراء هذه المسألة. لاحظوا الآن لو احنا نريد نحسب نسبة السبايرال الى نسبة الكونكريت، فاحنا من نجي نتكلم عن الكونكريت نتكلم عن اسطوانة لها يعني circular cross sectional area وإلها ارتفاع بهالمقدار، هذا هو هذا هاي الاسطوانة. أما من نجي نتكلم عن السبايرال فإحنا راح نتكلم عن بريزماتيك، فد بريزماتيك ولاحظوا مساره بهالشكل، يعني مساره أطول من مسار الكونكريت. فهنا اللي هذا هو الموضوع اللي خلى النسب الحجمية نسب المساحات غير واقعية، لأن البعد الثالث اللي هو الارتفاع هذا هو ما مشترك. لاحظوا احنا من كنا نتكلم عن اللونجيتودينال ريبار، فهذا اللونجيتودينال ريبار ممكن انه نصفه بدلالة نسب المساحات، ليش؟ لان الارتفاع مالته هو بقدر ارتفاع الكونكريت. المشكلة هنا بالسبايرال انه البعد الثالث
الكونكريت يختلف عن البعد الثالث للسبايرال. مسار السبايرال في البعد الثالث أطول، فهنا اللي هذا الأمر هو اللي يخلي النسب نسب المساحات غير مفيدة، فانتقلنا إلى نسب الحجم. فإذا المتطلب الثاني هو متطلب عن كمية السبايرال اللي احنا موفريها. هذه الكمية يصفها الـ ACI بدلالة نسب حجمية volumetric ratios بدل الـ area ratios، وشرحنا ليش. زين، الآن شلون يعرف النسبة الحجمية؟ يعرفها الـ volume of spiral steel in one revolution، حجم السبايرال في دورة كاملة. يعني الآن لاحظوا هذا السبايرال، إذا سقط اللي هنا هو أكمل دورة كاملة 360 درجة، لأن رجع لنفس النقطة، وإذا سقط هذه هنا فأيضا أكمل دورة كاملة. يعني السبايرال من انطلق اللي هنا ورجع اللي هنا أكمل دورة كاملة، من بعدين من انطلق منه وصل اللي هنا أكمل دورة كاملة، وهكذا. فإحنا نتكلم عن الحجم في هذه الدورة الكاملة، زين، مقسوم على الـ volume of concrete core، مقسوم على الكونكريت المحتوى في الكور. الكور اللي هو المساحة المحاطة ب يعني مو المساحة الخارجية، المحاطة في بالسبايرال، المحاطة بالسبايرال. زين، اوكي، يعني نجي كأنما ناخذ الكور، هاي المساحة هاي المحاطة موجودة محصورة بداخل السبايرال، هذه صارت اللي هي الكروس سكشنال اريا. نضرب الكروس سكشنال اريا في الارتفاع اللي هو ما سايكل وحدة، لاحظوا راح يطلع عندنا فوليوم، لكن فوليوم لشكل اسطواني فيرتيكال، موضوع بشكل شاقولي. هذا هو التعريف. الآن لو ناخذ قوانين الرياضيات ونحول التعريف راح يطلع بهالشكل: 4 مرات في الاريا اوف سبايرال مقسوم على دي سي اللي هو الدايمتر اوف كور بارت، مو الدايمتر الخارجي وانما الدايمتر اوف كور بارت مقسوم على الاس. هذا هو القانون. الآن هذه الاي سي اي يطلب ان تكون اكبر او تساوي نسبة يسميها الرو اس من هذا قانونها. الآن الرو اس من لو نجي نتأمل قانونها والفكرة من قانونها، بالحقيقة الفكرة من قانونها انه الاي سي اي يحاول في هذا القانون، قانون الرو اس من، يحاول ان يجعل او يختار كمية السبايرال بحيث انه توفر كونفاينمنت. لاحظوا السبايرال بالضبط ايش راح يصير بيه، راح يصير بيه تنشن فورسز. هاي التنشن فورسز لها محصله تحاول تدفع الكونكريت يعني للداخل، تضغط الكونكريت تحميه انه يخرج للخارج وينهار. ففكره الاي سي اي انه هذه السبايرال إلها القدرة توفر confinement بقدر confinement اللي كان يوفره هذا الكونكريت. يعني هذا الكونكريت أيضا كان يوفر confinement، وبعد أن يتشقق ويصير به مشكلة نتيجة الأحمال العالية راح تبدي كأنما السبايرال تحل محله. فالفكرة بالضبط كالتالي، يعني لاحظوا كأنما هذه ليش area gross، المساحة الكلية على area core ناقص واحد. يعني هذه كأنما تصوروا كان أصلها area gross minus area core، فبقت المساحة الخارجية هذه. هاي المساحة الخارجية كانت تمثل confinement اللي وفر الكونكريت الأصلي بهالطريقة. يعني هاي معادلة الرو أسمن هدفها هو هذا، إنه نوجد كمية السبايرال الضرورية حتى تحل محل الكونكريت اللي شقق في الخارج. الآن المطلب فنساويهن ذني، طبعا عادة عندنا مجهول واحد هو الاس، نحسبه من خلال المساواة. المطلب الثالث هو الاس spacing between spiral، لكن لاحظوا انه الاس عنده limitation على spacing between spiral، لكن لاحظوا انه عندنا نوعين من الاس spacing. عندنا الاس spacing
اللي هي تدخل بهالمعادلة، تدخل بمعادلة الرو بروفايدد. هاي السبيسينج سنتر تو سنتر. الآن هذا نحاول هنا إن شاء الله تكون واضحة. هذه المسافة، لاحظوا هذه المسافة هي اللي يتكلم عنها الـ ACI، يسميها S، هاي center to center. وعندنا مسافة لاخ اللي هي، لاحظوا هذه من هنا لهنا، هذه يسميها الـ S clear. فعندنا مسافتين، عندنا center to center وعندنا S clear. هذا اللي تدخل بقانون الـ S provided، هذا اللي لازم ندققها بعد ما نكمل عملنا. هذا الـ S clear شو يطلب الـ ACI؟ انه ما تزيد عن 80 ملم وما تقل عن 25 ملم. ما تزيد عن 80 ملم حتى يوفر confinement كافية، وما تزيد عن العفو ما تقل عن 80 العفو ما تزيد عن 80 ملم حتى يوفر confinement كافية، ما تزيد عن 80 ملم حتى يوفر confinement كافية، وما تقل عن ال 25 ملم. ما تقل حتى يعني حتى الـ ACI يسمح انه الكورس اجريجيت ينفذ. يعني احنا صبينا مثلا فكوفة كورس اجريجيت دخل منها، فلازم ينفذ يوصل للخارج، يصير بين التاي، بين السبايرال والاكستيريور فيس اوف كولوم، فحتى يقدر ينفذ الكورس اجريجيت. فيعني وضع شرط انه الاس كلير ما تقل عن 25 ملم. اخيرا المتطلب الرابع هو انه احنا قلنا انه السبايرال تجي مثلا ريبار، وكان هذا الريبار مثلا طوله 6 امتار، ففرينا هذا الريبار اللي هو طوله 6 امتار وما كفى، يعني انتهى قبل لا ينتهي طول العمود. فهنا شلون نبدا الريبار الثاني؟ شلون نبدا السبايرال الثاني؟ الـ ACI يقول بالحقيقة حتى الـ I two spirals، الـ two segments of spirals حتى تعمل معا، لازم الـ segment الجديدة نفرها مرة ونص، مرة ونص، لاحظوا مرة ونص، هذه المرة مرسومة بالأخضر والنص مرسوم بالأزرق، يعني نفرها على قبلها مرة ونص ونبدي بعدين بالدوران الجديد بهالطريقة. فهاي أربع يعني four limitations. الآن أكملنا المتطلبات العامة، إن شاء الله نفوت بالـ analysis examples. الـ analysis example مثال الأول: for a column that has the cross sectional area shown in figure 9.2-6. عندنا عمود أبعاده 0.4 متر 0.4 متر أو 400 ملم ب 400 ملم، إلى cover اللي هو standard cover هذا اللي هو 40 مليمتر 40 ملم أو 4 سنتيم. هذا العمود صمم من قبل مصمم ما، والمصمم في نيته أن يستخدم 8x30 مليمتر longitudinal reinforcement، تسليح طولي يستخدم 8 قضبان بقطر 30 ملم، وفي النية أن يستخدم lateral reinforcement بشكل تايز قطرها 10 والمسافة بين تاي وأخرى هو 400 ملم. والكلير سبيسينج between الكورنر ريبار هذا اللي هو يعتبر supported والالترنت ريبار هي 110 ملم أو 0.11 متر. فالمطلوب انه احنا بالنسبة المطلوب لهكذا عمود، المطلوب كالتالي: اولا check the column adequacy with ACI code requirements. قلنا هنا المسألة تشبه مسائل البيم، عندنا general code requirements يجب تدقيقها، ونقصد بالgeneral انه هي مجموعة يعني ال requirements اللي عادة لا ترتبط بمقدار الحمل المسلط على الجزء الإنشائي، وإنما يجب أن تتحقق بأي حال من الأحوال وبصرف النظر عن قيمة الحمل المسلط. وبعد ذلك المطلب الثاني إنه إحنا لازم نحسب الديزاين سترينث مالته، يعني فاي في البي إن مالته بهالشكل.
الاف سب سي برايم هي 27.5 ميجا باسكال، والاف واي هي 420 ميجا باسكال. الان ناتي الى قضيه الجنرال ريكويرمنتس. اول متطلب من متطلبات الاي سي اي فيما يخص الجنرال ريكويرمنتس انه رو جروس يجب ان تكون اقل او تساوي 8% 8%، ويجب ان تكون اكبر او تساوي 0.01%. الان نجي الى الرو جروس. المساحه الكليه 400 تربيع تطلع 160 الف مليمتر، هذا الجروس اريا. مساحه الريبار ما عندنا معلومات عن الريبار، فنعامله as equivalent circle، فباي في قطر الريبار تربيع على 4 في 8 اللي هو number of rebar، هذا number of rebar تطلع هذه المساحة يعني 5652 مليمتر. الآن الرو جروس هذا على هذا في 100% حتى تطلع النسبة المئوية تطلع 3.53، أصغر من 8% وأكبر من 1%، فإذا هي نسبة مقبولة من حيث المبدأ من قبل الـ ICI. المتطلب الثاني في قضية الـ Longitudinal Reinforcement، هذا تعتبروه حضراتكم المتطلب الأول. فالمتطلب الثاني كان مرتبط بالـ Number of Rebars. قلنا حتى الـ Lateral Ties تكون well supported well encouraged، فالاي سي اي يطلب انه عدد الريبارز في السكوير والريكتانجولار شيبس يجب ان يكون اكبر او يساوي 4. نحن مصممنا نستخدم 8 ريبارز فاكبر من 4، اذا اوكي. المتطلب الثالث انه الاي سي اي يخشى انه الريبارز تكون قريبه من بعضها، اللونجيتودن ريبارز تكون قريبه من بعضها للدرجه اللي ما تسمح بنفاذ الكورس اجريجيت، واحنا نتكلم عن هذه المسافات. يعني الاي سي اي كانما عنده في هذه المسافات عنده نوعين من المخاوف، هذه الاس بها الاس بها يعني نوعين من التدقيق، تدقق ويا اس من حتى نضمن ان الكورس اجريجيت اللي عادة يصب في داخل الكولوم ممكن انه يتحرك وينفذ ويجي لها المنطقة. وعندنا يجب ان ايضا تدقق مع الاس ماكس، اوكي، حتى نضمن ان هذا الالترنت ريبار يمتلك sufficient support، يمتلك اسناد كافي. فعندنا متطلبين، هذا راح ناجله طبعا من ندقق التايز. الان في قضية اللونجيتودينال رينفورسمنت هذا نريد ندقق. الأسمنت كانت تذكرون حضراتكم تعتمد على ثلاثة كميات، الكمية الثالثة اللي هي 4/3 من الماكسيموم سايز اوف اجريجيت، هذه الكمية احنا اعتبرناها متحققة لان قلنا عادة هي المعيار لاختيار الماكسيموم سايز اوف اجريجيت. فبما انه التصميم الانشائي عادة يجرى قبل تصميم الكونكريت ميكس، فاحنا نفترض انه يعني مصمم الماتيريال هو اللي راح يعني يختار الماكسيمم سايز اوف اجريجيت بشكل ينسجم مع التصميم الانشائي اللي هو عاده معد مسبقا. فبقت كميتين، بقت 1.5 في البار دايمتر أو 40 مليمتر whichever is larger. طبعا تطلع الأكبر 45 مليم. احنا مصممنا هنا موفر 110 مليم، 110 مليم هذه احنا نحتاج 45 مليم حتى ينفذ الأجريجيت الكورس أجريجيت، وما صار عندنا ظاهرة الهانيكام هاي بيوت التسوس اللي يشبه بيوت النحل، فمعناته الشرط متحقق عندنا هنا، ما عندنا مشكلة والكورس اجريجيت راح ينفذ ويتحرك بحرية. الآن نجي إلى الآن كملت الجنرال ريكويرمنت بأمورها الثلاثة،
فانهينا الجنرال اي سي اي جنرال ريكويرمنتس فور لونجيتودينال ريبار. لا مش قد يتحمل هذا العمود. نروح للمعادله اللي هذه اشتقيناها سابقا، اشتقيناها بهالشكل اللي هي ايش كانت؟ كانت انه هذه اف سب سي برايم نضربها في كمية الكونكريت الفعلية. كمية الكونكريت الفعلية هي area gross ناقص area steel. زين هنا نرجع نضربها في 0.85، وذكرنا ليش، قلنا هذا ال ACI يعتمد باعتبار حتى يحاول ان يطلع الفرق باللودينج ريت بين الاسطوانة اللي عادة تحمل بشكل سريع وبين العمود الفعلي اللي عادة يحمل بشكل بطيء، مع ملاحظة أساسية ذكرناها، كنا أغلب المواد الهندسية إذا حملت بلودينج ريت سريع فمقاومتها تزيد. فالـ ACI كأنما يعتبر الأسطوانة بها نوع من المس مسليدينج، نوع من التضليل في النتائج، لأن هي تحمل بشكل سريع فتنطي انطباع عن الكونكريت بأن هو أقوى من حقيقته في الستركتشر، لأن هو في الستركتشر يحمل بشكل أفضل. فهذا هو فكرة الـ 0.85. زائداً الـ Area Steel في الـ FY باعتبار قلنا في الـ Axially Loaded قطعاً الحديد يخضع. رجعنا ضربناها في فاكتور هذا اللي هو يسمى ألفا. هذا الألفا تذكرون شنو فكرته؟ أيضا شرحناها، فكرته إنه إحنا جايين نعمل على فرضية غير حقيقية، وإنه العمود هو perfectly subjected to axial load أو subjected to a perfect axial load، وهذه المسألة ما موجودة. دائما العمود بالحقيقة يتعرض إلى eccentric forces، يعني قوى بها مقدار معين من الانحراف عن centroid of column. فبما أن هذه المسألة مو حقيقية فالـ ACI يضرب الفاكتور تصحيح اللي هو 0.8. يعني الـ ACI من التحمل النظري ياخذ 80% ويترك 20% كهامش أمان يتعامل مع الـ accidental moment، مع العزوم اللي قد تنتج. أخيرا نضرب في فاي اللي هو هذا في معادلتنا هالشكل، فيطلع تحمل العمود 3110 كيلو نيوتن، يعني هو في حدود 311 طن. هذا تحمل العمود اللاترال رينفورسمنت التايز. هنا ندقق متطلبات الاي سي اي، قلنا ثلاثة متطلبات للاي سي اي. اولا المتطلب الاول مرتبط بالقطر، القطر قاعدة شرحناها، اذا الريبار المراد منعه من الباكلين كان قطرة اقل او يساوي 32 ملم وكان سينجل يعني نوت بندلد، وهي حالاتنا لان احنا قطرنا 30 ملم وسنجل نوت بندلد، يعني الريبارز ما محزومة مع بعضها في الأركان، فهنا تاي بقطر 10 يكون كافي. فالمصمم مختار قطر 10 صح. بعدين المسافة between the spacing between ties، وشرحنا هذا شنو القصد من the spacing between ties قبل شوية، هاي المسافة قصدنا بها. فالسبيسينج بتوين تايز انه نحسب يعني 3 كوانتيتيز وبعدين نختار whichever is smallest. الاولى 16 مره في قطر اللونجيتودينال ريبار ف 16 في 30، الثانيه 48 في قطر التايز ف 48 في 10، والثالثه هي least of column dimensions الاصغر من بعدي العمود. فالعمود مربع اي بعد ناخذه هو متساوي، راح تطلع هذه الحاكمة اللي هي تساوي الأسوبرفايدد. فمصممنا مستخدم يعني بالضبط بالقدر المطلوب. أوكي الآن نأتي إلى التايز أرانجمنت. قلنا التايز أرانجمنت الريبار يميز بين نوعين، الأي سي العفو يميز بين نوعين من الريبارز.
ريبارز اللي يسميها كورنر ريبارز أو سبورتد ريبارز. هذه تعتبر مسندة. وعندنا ما يسمى بالالترنت ريبار، هذه اللي هي اسنادها مشكوك ويجب أن يدق. القاعدة كالتالي، إنه هذا الالترنت ريبار to be considered supported، حتى يمكن أن يعتبر مسند، يجب أن يقع between two supported rebars، يجب أن يقع بين two supported rebars، بين يعني اثنين من القضبان المسندة، وما يبعد عن أي منهم بما يزيد عن 150 ملم. نلاحظ واقع بين اثنين مسندات ويبعد عنهم 110 ملم، 110 ملم أقل من 150 ملم، فإذا يمكن أن يعتبر مسند. فأيضا الإسناد ما بيه مشكلة. الآن المثال الثاني، مرتبط بالسبايرال سيركولر كولوم. check the column shown in figure 9.2-7. لحظة، هذا فد عمود قطرة 38 سنتيمتر، 380 ملم، ومسلح بالشكل التالي، مسلح بريبارز 7 ريبارز، 7 قضبان تسليح بقطر 25 ملم. زين، فالمطلوب انه ندقق للجنرال ريكويرمنتس. قلنا جنرال ريكويرمنتس هي متطلبات الاي سي اي اللي يجب ان تتحقق بصرف النظر عن تحمل العمود. ومن ثم نحسب المطلب الثاني، ومن ثم نحسب الكولوم ادكوسي، كفايه العمود او قابليه العمود لان يسند حمل مقداره 2205. يعني ببساطه لازم نحسب الفاي في البي ان في المطلب الثاني، نحسب الفاي في البي ان ونقارنها مع البي يو. حتى العمود تو بي ادكويت، الفاي في البي ان يجب ان تكون اكبر من البي يو. زين، اسيوم سمول اكسنتريسيتي، هذا الفرض ضروري حتى معادلات سكشن 9.2 ممكن ان تعتمد، باعتبار لا تنسون سكشن 9.2 يفترض ان العمود subjected to axial load. زين، والاف سب سي برايم 27.5 والاف واي 420. نبدا بالمتطلبات العامه للlongitudinal reinforcement. المتطلب الاول انه الرو، مثل ما ذكرنا اكثر من مره، الرو جروس تكون اصغر او تساوي 8% واكبر او تساوي 1%. فالآن الاريا جروس هي مساحة الدائرة هذه. زين، هذه هي الاريا جروس. الاريا جروس الاي اس تي هي مساحة ريبار واحد، ما عندنا مساحته من التصنيع ولا من الفحص المختبري، فما كل عامله انه هو equivalent circle في 7، فطلعت مساحة الحديد. الآن إذا قسمنا مساحة الحديد على مساحة الكونكريت راح تطلع الرو جروس. فالرو جروس طلعت 3%. 3% فعلا أقل من 8% وأكبر من 1%. أوكي. الآن المتطلب الجنرال ريكويرمنت الثاني، اللي هو أن النمبر أوف ريبارز في السيركولر يعني السيركولر كولومز ما يقل عن 6. زين، احنا موفرين 7. أوكي. المتطلب الثالث مرتبط بالمينيمم ديستانس. هنا مصممنا موفر 8 سنتيم بين ريبار واخر، فهاي 8 سنتيم طبعا لازم بيش تتقارن، لازم تتقارن ويا الاس من حتى نضمن انه عندنا مسافة كافية لنفاذ الكورس اجريجيت. هذا الكورس اجريجيت، لاحظوا هذا حتى ينتقل، يعني ينتقل من يعني احنا من الداخل عمود المنطقة اللي احنا نصب بها الكونكريت، ينتقل الى الخارج بدون مشاكل. يراد ان شنو؟ يراد ان هذه الاس تكون اكبر او تساوي الاسمن. الاسمن مثل ما ذكرنا بها بالاصل 3 متطلبات، متطلب مرتبط بالكورس
maximum size of course aggregate اعتبرها متحقق وقد متطلبين اللي هو مرة ونص في قطر بار دايمتر أو 40. طبعا هنا تطلع 40 هي اللي تحكم، فاحنا نحتاج مسافة بمقدار 40، مصممنا موفر مسافة بمقدار 80 ملم، إذا ماكو مشكلة. نحسب التحمل، نفس الفكرة، التحمل، التحمل هذا قانونه، هذا الاشتقاق مالته هاي الـ F sub C prime، نضربها في مساحة الكونكريت الفعلية اللي هي area gross ناقص area ST. زين، هنا الأسطوانة تنطي تصور أعلى من الحقيقة تحمل الكونكريت، فنضربها في 0.85 حتى نصحح قيمتها. زائد الـ FY الـ Area Steel باعتبار أن الحديد في حالة الـ Axially Loaded هو قطعاً يضدد، بعدين نضرب في ألفا. ليش؟ لأن يعني إحنا جاي نعتبر العمود هو Axially Loaded، وهاي مسألة نظرية، مسألة مثالية ما لها واقع، فنضرب في ألفا ونرجع نضرب في الفاي. فاي للسبايرال تذكروا 0.75. ليش الفاي للسبايرال أعلى من الفاي للتايد؟ لأن السبايرال هو more ductile than tight column. spiral column was more ductile than tight column. فتطلع هذا، فيطلع تحمل 2557، يعني تقريبا 256 طن تقريبا. زين، هو ايش قد يتعرض الحمل اللي يتعرض له ايش قد هنا؟ هو 225 طن تقريبا، او 2250 كيلو نيوتن. ف اوكي، يعني هو يتعرض الى 225 طن تقريبا، فتحمله اكبر من اللي يتعرض له، فما راح تكون بمشاكل. الان السبايرال، السبايرال قلنا شنو الامور اللي بها يعني بشكل عام اربع امور. اولا القطر، القطر قطرها ما يقل عن 10، مصممنا مختار قطر 10، اذا اوكي. المسألة الثانية كميتها، كميتها قلنا الفكرة انه احنا نساوي رو اس بروفايدد، نساويها ويا من؟ ويا الرو اس من، فيبقى مجهول واحد اللي هو الاس. فلاحظوا هذا القانون ببساطة، نساوي الرو اس بروفايدد اللي بيها مجهول واحد هو الاس، ويا الرو اس من اللي كلها معلومة، فيبقى مجهول واحد. نحسب الاس اللي يخلينا الرو بروفايدد تساوي الرو اس من. زين، فالقانون هو كالتالي، الاي اس سبايرال هذه اللي احنا نحتاجها في حساب الرو اس بروفايدد، احنا السبايرال قطر 10، ما عندنا معلومات عن مساحته، فنعامله كإيكوفالنت سيركل. الان القانون شو يقول؟ يقول 4 في اي اس سبايرال مقسوم على الدي كور. الدي كور هو قلنا المساحة اللي تحصرها السبايرال، فهي القطر الكلي نطرح منه 2 كفرز، القطر الكلي نطرح منه 2 كفرز في الاس اللي فارضها مصممنا، فطلعت هذه بالنسبه اللي احنا موفريه. زين، الاي سي اي قد يطلب هاي هذا القانون، فتعويض مباشر لي، واذا تذكروا القانون مش كان اريا جروس على اريا كور ناقص واحد في الاف سب سي برايم على الاف واي، فتطلع النسبة المطلوبة هي يعني بحدود ال 1.78%. احنا ايش قد موفرين؟ يعني موفرين 2.2 تقريبا 2.1%، يعني هو مطلوب 1.8% تقريبا، احنا موفرين 2%، فا اوكي يعني ما بيها مشكلة. اخير شيء الكلير سبيسنج، الاي سي اي يطلب ان الكلير سبيسنج لا تقل عن 25 ملم حتى ممكن يتحرك الكورس اجريجيت، ولا تزيد عن 80 حتى يضمن انه السبايرال توفر كونفاينمنت كافي.
احنا السبيسينج سنتر تو سنتر هي 50 ملم، نطرح من عندها 10 اللي هو قطر السبايرال. هذه الفكرة. زين، لاحظوا احنا هذا قطر 10، هذا قطر 10، وهذا قطر 10. هاي المسافة 50. ايش راح نطرح؟ راح نطرح نصف العشرة من الأعلى، يعني نطرح 5، نطرح نصف العشرة من الأسفل، نطرح 5. فهذه راح يعني راح تصير، هي هذه راح تصير تساوي 50 ناقص نصف، يعني ناقص 5 على 2 في 2 هي 10. بهالشكل. فواضحة إنه شلون صارت هيجي، صارت 50 ناقص 10 فأربعين. ففعلا الأربعين أكبر من 25 وأصغر من 80. أوكي، أخيرا قضية السبايرال أنكرج. إذا انتهت لفة الريبار الأولى، فشلون نبدأ لفة الريبار الثانية؟ لفة الريبار الثانية يجب أن تتراكب مع اللفة السابقة بمقدار دورة ونصف الدورة. شوفوا راسمها هنا على ACI بشكل أخضر، ونصف الدورة الإضافية راسمها بشكل أزرق. أوكي، بهذا الشكل. بالحقيقة إحنا الآن أكملنا سكشن 9.2. شكرا جزيلا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.